السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يشيد بالمشاريع التنموية والخدمية في شبوة، ويوجه الحكومة بتسهيل العمل في ميناء قنا. هاشتاغ الإرهاب الحوثي في اليمن يتصدر الترند العالمي، ومجلس الشورى يدعو إلى التعاطي الإيجابي مع القرار الأمريكي. تدمير 5 منازل بقصف شنته ميليشيا الإرهاب الحوثي على حي منظر جنوب مدينة الحديدة. أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم. أشاد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بالمشاريع الخدمية والتنموية التي شهدتها محافظة شبوة خلال فترة وجيزة من الزمن بقيادة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو، وفي طليعتها إنشاء ميناء قنا الذي يعد شريانا هاما لشبوة والمحافظات المجاورة. أكد رئيس الجمهورية خلال استقباله محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو اهتمام الدولة بمحافظة شبوة وتقديرها لمواقف أبنائها المشرفة مع الوطن في مختلف المراحل والمنعطفات والظروف. وجه رئيس الجمهورية الحكومة والجهات المختصة بتسهيل إجراءات العمل في الميناء خدمة للاقتصاد الوطني، وقال إن المحافظة ستحظى بالمزيد من الاهتمام والدعم على كافة الأصعدة التنموية والخدمية. كما وجه رئيس الجمهورية باعتماد هيئة مستشفى عتق كهيئة طبية وتعليمية، واعتماد جامعة شبوة وغيرها من المشاريع الحيوية. من جانبه أعرب محافظ شبوة عن شكره لاهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية الدائمة لشبوة والوقوف إلى احتياجاتها والوقوف على احتياجاتها وتذليل صعوباتها، مؤكدا دعم شبوة لمسيرة البناء والتحول التي يقودها الرئيس عبد الرب منصور هادي في إطار اليمن الاتحادي الجديد وفي ظل الدولة الرشيدة. ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن صالح مع رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائبه ونائبيه عبد الله أبو الغيث ووحي طه أمان المستجدات على الساحة الوطنية والدور الوطني المنوط بمجلس الشورى كأحد الركائز الهامة لسلطات البلد. وأشار نائب الرئيس إلى الدور الدستوري والقانوني الهام لمجلس الشورى، وقال إن القرارات الاستراتيجية والتشريعية والرقابية تصدر من غرفتين ومؤسستين هامتين هما مجلسي النواب والشورى. وأكد نائب الرئيس بأن تفعيل المجلس ودوره التشريعي والرقابي سيشكل رافدا مهما للشرعية. وفي اللقاء تطرق نائب رئيس الجمهورية إلى الأعمال التخريبية التي ترتكبها ميليشيا التمرد والإمام الحوثية وزعزعتها لأمن اليمن واستقرار المنطقة، أوضح بأن تلك الجرائم وغيرها تضع جماعة الحوثي على رأس قائمة الجماعات الإرهابية العنصرية وأكثرها تطرفا وإجراما. في حملة يمنية هي الأكبر على الإطلاق، تصدر هاشتاغ الحوثي جماعة إرهابية والإرهاب الحوثي في اليمن على منصة تويتر، تصدر على الترند العالمي بعد ساعات فقط من إطلاقه. وشارك في الحملة عشرات الآلاف من المواطنين والإعلاميين والسياسيين والناشطين، ونشروا قصصا وتسجيلات ومقاطع فيديو من سجل جرائم وانتهاكات ميليشيا الإرهاب الحوثية ضد المدنيين منذ أواخر العام 2014. وتعد الحملة التي شارك فيها اليمنيون من مختلف المحافظات والانتماءات تعد إجماعا شعبيا وتأييدا لقرار إدراج ميليشيا الحوثي
ضمن اللائحة السوداء الأمريكية للتنظيمات الإرهابية، ومطالبة بقية دول العالم باتخاذ مواقف مماثلة إزاء إرهاب وتمرد الميليشيا الحوثية. وهدفت الحملة إلى تعريف العالم بجرائم وإرهاب ميليشيا الحوثي، ومطالبة الدول العالم بالوقوف مع الشعب اليمني وإيقاف إرهاب الميليشيا من خلال تصنيفها جماعة إرهابية، وذلك بعد جرائمها المستمرة وإرهابها ضد اليمنيين. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف زعفران زايد، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان. أستاذ زعفران، بداية، كيف كانت أصداء الحملة الإلكترونية التي دشنها يمنيون تحت هاشتاج الإرهاب الحوثي في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصدى والتفاعل من اللحظات الأولى كانت مبهرة وملفتة لنا جميعا، يعني ولم تكن متوقعة. حملة شملت الجميع، شارك فيها الجميع من كل الأطياف، من كل الأحزاب، من كل التنظيمات. شارك فيها اليمنيين المظلومين، وصلوا فيها صوتهم، ورغم أنه يعني المشاركين يعني يوجد الكثير منهم ما يزالوا أصلا تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، يرغبون أصلا في المشاركة، ولكن تعرف مدى القبضة الأمنية والميليشاوية الموجودة في المناطق التي سيطر عليها الحوثيين. يعني أصوات اليمنيين جاءت من كل مكان في العالم، وهؤلاء هم المهجرين، هؤلاء هم الذين ضاعت حقوقهم، يعني والذين صادرت أملاكهم، والذين صادرت حتى كلمتهم، يعني الميليشيات الحوثية. وجاءت أيضا الأصوات من اليمن، من المناطق المحررة. هذه الأصوات توحدت تحت صوت واحد، أولا تأييدا للقرار الأمريكي في إدراج الميليشيات الحوثية ضمن الجماعات الإرهابية، وأيضا مطالبتهم بقية الدول من أجل أصلا تصنيفهم. وأيضا الهدف الثالث هو إيصال أصوات الضحايا وكشف الجرائم الحقيقية التي يمارسها الميليشيا الحوثية، التي تمارسها الميليشيات هذه الإجرامية ضد المجتمع اليمني، وأيضا لكي تزاح الغشاوة التي كانت على أعين كثير من المنظمات وكثير من الدول، والتي للأسف يعني ساهم فيها بعض النشطاء التابعين للميليشيات الحوثية في الخارج، لأنهم ضللوا كثير، يعني ضللوا لسنوات، يعني الملف اليمني وحقائق ما يحصل في اليمن. وستجدون يعني الصراع كيف هو محتدم، يعني بين كلمة الحق وكلمة الباطل، وسيظهرون أصلا من كانوا حتى يختفون يعني خلف الستار، يعني الميليشاوي، ويقعون في الوسط. هذه المرة لم نجد أي أحد في الوسط، يعني مع أو ضد، وقد وجدنا الجميع، وتفاجأنا يعني بالمدى التفاعل يعني الذي أتى، لأنها أصلا حملة شعبية لا يقف وراءها أي تنظيم أو حزب أو منظمة. الحملة جاءت عفوية وشارك فيها الجميع. هذه هي حملة المظلومين، هذه هي حملة الشعب، وهذا هو صوت الشعب. ما المطلوب أمام هذا التفاعل غير المسبوق من قبل اليمنيين في الداخل والخارج؟ ما المطلوب لاستمرار هذه الحملة من كافة الناشطين والمغردين؟ نعم، الاستمرار، يجب الاستمرار، يعني لا تقف يعني عند هم. صحيح يعني وصلنا للترند يعني في الساعات الأولى يعني من انطلاق الحملة، ولكن أنا ألاحظ أيضا أن الجميع يعني ما يزال مستمر، لأن الجميع ما يزال في جعبته المئات، وبعض المنظمات في جعبتها الآلاف من القضايا والانتهاكات. كانت الميليشيات الحوثية لا يمر شهر إلا وارتكبت عدة مجازر، يعني لا نستطيع حصرها، يعني مجازر في الحديدة، في تعز، في البيضاء، في كل مكان يعني. وحتى أنواع المجازر وأنواع الأسلحة التي تستخدم ليس لها عدد، نوع التجريف، التجنيب، أشياء كثيرة، يعني لن يكفينا يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام كي نغطي يعني حتى لو جزء بسيط نكشفه للعالم من وجه هذه الميليشيات الخبيثة. عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان الناشطة زعفران زايد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. هذا وشهدت الحملة الإلكترونية للتعريف بجرائم ميليشيا الإرهاب الحوثية، شهدت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي،
حيث تصدر وسم الإرهاب الحوثي في اليمن الترند العالمي. في الحيز التالي نتابع نماذج من تغريدات الناشطين في الحملة. حملة إلكترونية واسعة باللغة الإنجليزية والعربية توضح جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية للعالم، وتطالب بتوسيع نطاق تصنيفها كمنظمة إرهابية من الدول الأخرى أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية. سفير اليمن لدى اليونسكو محمد جميح قال يهتفون الموت لأمريكا ويتوسلون لدى الإدارة الجديدة لرفع تصنيفهم إرهابيين، يسرقون الطعام من أفواه الجياع ويحدثون العالم عن المجاعة في اليمن، يقتلون اليمنيين ويفجرون بيوتهم ويجندون أطفالهم ويزرعون الألغام ثم يتحدثون عن العدوان الخارجي. هل رأيتم فجورا كهذا؟ أما عبد الله إسماعيل فكتب في تويتر: زرع الحوثيون أكثر من 1,000,000 لغم محرم دولي في القرى والطرق والمزارع، راح ضحيتها حتى الآن بحسب ما تم توثيقه أكثر من 8,000 مواطن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. أوقفوا إرهاب الحوثي. أما بلال الحكمي فكتب على تويتر: العالم معني بشكل كامل وليست أمريكا وحدها بتجريم هذه العصابة النازية وتصنيفها في قوائم الإرهاب الدولي. أما الصحفي هائل البكالي فكتب: قتلت 40,000 مدني، جندت 30,000 طفل، شردت 3,000,000 شخص، فجرت 2,000 منزل، زرعت 2,000,000 لغم، جوعت 20,000,000 يمني. عبد الله عبد الحليم كتب في تويتر: من لم يقتله قناص حوثي برصاصة يقتله حوثي آخر بشظية مدفعية أو بانفجار لغم، إن لم يمت من الجوع أو الأوبئة، في عالم ميليشيا الحوثي الإرهابية كل الطرق تؤدي إلى الموت. الصحفي عبد الله الحرازي خاطب كل يمني حر: لا تكلوا ولا تبلوا في هذه الحملة، اليوم وغدا قضيتنا عادلة ومطلوبنا عادل، وكلمة الحق ضد الطاغي الظالم الإرهابي أعلى مراتب الإنسانية، لأجل وطننا ولأجل مستقبل أطفال اليمن ولأجل الضحايا ولأجل الإنسانية، استمروا. النشط الحقوقي نعمان البريهي كتب: من يغتصب السلطة بقوة السلاح ويصفي خصومه السياسيين ويحارب مظاهر الحياة المدنية ولا يؤمن بمفهوم التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة ويحتكر الثروة والسلطة بدعوى الحق الإلهي والتفوق العرقي كالحوثيين، متسائلا: إذا لم يكن هؤلاء إرهابيون فما هو الإرهاب؟ وختاما مع خليل العمري الذي كتب: جماعة زرعت 1,500,000 لغم في المدن والقرى اليمنية، هذه وحدها كفيلة بتصنيفها جماعة إرهابية. ما يزال من المستبعد جنوح ميليشيا الإرهاب الحوثية إلى السلام لعدم رغبتها به أو اقتناعها بفكرته أساسا، لكن تصنيفها منظمة إرهابية وتغير النظرة الدولية تجاهها قد يرضخها عنوة لسلام إجباري، فيما لو استثمر المجتمع الدولي قرار التصنيف لصالح الأمن والسلم الدوليين. ليس ثمة ما هو أسوأ من الحرب سوى تعطيل فرص السلام، وفي هذا المضمار قطعت ميليشيا الحوثي الإرهابية شوطا طويلا بمدى 6 سنوات من قتل بوادر السلام واغتيال فرصه الممكنة. تتغذى الميليشيا الإرهابية عوامل بقائها من شرايين الحرب النازفة، فيما أسهم الأداء الهزيل للمبعوثين الأمميين إلى اليمن في تنمية الحرب وتوسيع دائرة روافدها المحلية والدولية. وفي هذا السياق كان لدور منظمات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن أثر سلبي في تغذية الحرب ومنح الحوثيين فرص بقاء وتوغل أطول. ومن المفترض أن يمثل قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية فرصة إعادة نظر ومراجعة تقييم لما يدور في اليمن منذ أكثر من 5 سنوات من انتهاج الحوثيين حربا لا أخلاقية ضد فرص السلام والحل السياسي للأزمة الراهنة. ولقد مثل الموقف الدولي من ميليشيا الحوثي وطبيعة تعاطي مع ملف الأزمة اليمنية عامل ترجيح لجهة تعزيز النفوذ الحوثي واستقوائه على اليمنيين بالتغاضي الدولي عن جرائمه حد التواطؤ. لكن خلو الجو أمام الحوثيين في تنفيذ جرائمهم الإرهابية ضد الأمن الإنساني على مستوى اليمن والمنطقة العربية والملاحة الدولية قد لا يظل على صفوه المعتاد إثر قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
ذلك لأن كثيرا من الأطراف التي تناسجت مصالحها في شبكة المصالح الحوثية التي لا تؤمن بالسلام ولا تفكر به على الإطلاق ستكون تحركاتها في فلك الحوثيين محسوبة بدقة وفي دائرة الانكشاف الضوئي بعد قرار التصنيف الأمريكي. أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن تغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات ميليشيا الإرهاب الحوثية زاد من شهيتها لتوسيع حربها على اليمنيين وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وأنشطتها الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة. أشار الإرياني إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية أكثر التصاقا بالملف اليمني واستيعابا لتفاصيل الأزمة منذ أحداث العام 2011 ومسار تنفيذ المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل برعاية أممية، وكيف قامت ميليشيا الإرهاب الحوثية بانقلابها على مخرجاته بإشراف وتخطيط إيراني. وقال الإرياني إن ميليشيا الحوثي الإرهابية قوضت كافة الجهود الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن وتحركت كمخلب لتنفيذ الأجندة الإيرانية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن واستهداف الجوار ونشر الإرهاب والفوضى في المنطقة وتهديد أمن الطاقة وخطوط الملاحة الدولية. وجدد الإرياني مطالبته للمجتمع الدولي بدعم جهود تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية التزاما بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وانتصارا لدماء مئات الآلاف من ضحايا الإرهاب الحوثي. قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عدنان العديني إن المنظمات حولت أموال الإغاثة إلى سبب من أسباب الحرب وتعطيل فرص السلام حتى غدت بالنتيجة وكأنها شريكا في الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني منذ إسقاطها العملية السياسية قبل ستة أعوام. ودعا العديني في منشور له على صفحته في الفيسبوك المنظمات الدولية لإعادة النظر في طريقة عملها. وأكد العديني بأن المساعدات الإنسانية قد تتحول إلى مهدد حقيقي للسلام إذا وضعت في يد جماعة لا ترى أن هناك عملا يستحق التمويل غير الحرب، فالجماعة التي تسخر كل شيء في البلد لصالح حربها وعدوانها على المجتمع بما في ذلك رواتب موظف الدولة بالتأكيد لن تفلت منها أموال المساعدات الإنسانية. وقال إن الجماعة الحوثية التي نهبت المال العام وصادرت الاحتياطي النقدي وواصلت مسيرة النهب حتى قاسمت ذوي الأملاك من كبار التجار وصغارهم أرباحهم وصادرت منازل مناهضي مشروعها الإمامي السلالي وأملاكهم لا يمكن أن تكون معبرا لأموال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. ونوه العديني بأنه لم يعد الوضع الإنساني قادر على تبرير تدفق الأموال إلى يد جماعة إرهابية باسم من أفقرتهم وهي حولتهم إلى محل شفقة العالم وعطفه، ولو أنها تهتم لأمرهم ما نهبت مواردهم الوطنية واستخدمتها مجهودا حربيا لعدوانها ضد اليمنيين. دعت هيئة رئاسة مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى التعاطي الإيجابي مع القرار الأمريكي القاضي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وذلك للحد من قدراتها ومنع تسليحها ودعمها وإنقاذا لليمنيين الذين يصطلون بنارها ولتنعم المنطقة بالسلام والأمن المنشود. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة مجلس الشورى المكرس للوقوف أمام قرار الإدارة الأمريكية السابقة بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. وأكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى في بيان على أهمية وعدالة وصوابية قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وقالت إنها تراه توصيفا دقيقا يجعلنا نتطلع إلى اعتماده من كل الأطراف التي يعنيها السلام في اليمن. وأوضحت هيئة الشورى أن التحجج عند البعض بالجوانب الإنسانية على أهمية مراعاتها عند التطبيق لم تمنع الحوثيين من ارتكاب المزيد من الجرائم ونهب المساعدات الإنسانية والمتاجرة بها
لتمويل الحرب على الشعب والدولة. وتطرق البيان إلى الجرائم الوحشية التي ترتكبها ميليشيا إيران الحوثية ومخلفاتها وممارساتها الإرهابية الفكرية التي طالت ذوي الرأي من المثقفين والسياسيين والإعلاميين والزج بهم في السجون ورفضها للسلام والتفاوض على المرجعيات الوطنية في مراحل مختلفة من المفاوضات المباشرة مع الشرعية. قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إن الحكومة تركز في أولويات عملها على استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد والإرهاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي والوقوف في وجه كل التحديات. واستعرض رئيس الوزراء اليوم مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. أكد رئيس الوزراء أن قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية ينبغي البناء عليه من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوضع حد لاستهتارها بالحلول السياسية وإصرارها على تنفيذ أجندة إيران الإرهابية دون اكتراث بمعاناة وحياة الشعب اليمني. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على عدم تأثر الأعمال الإغاثية والإنسانية بهذا التصنيف، وقال إنها ستعمل لضمان ذلك وتلتزم بكل مسار ينهي معاناة اليمنيين. من جهته جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين التأكيد على دعمهم للحكومة ووفق خطط عملية تشمل عددا من القطاعات بينها الصحة والمياه والربط بين المساعدات الإنسانية والتنموية. جددت ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثي قصفها الصاروخي لمنازل المواطنين في حي منظر الشعبي بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، ووثق فيديو مصور نشرته القوات المشتركة تدمير الميليشيا الإرهابية لخمسة منازل في حي منظر بشكل كلي جراء إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ كاتيوشا على الأحياء السكنية. وفي مديرية الدريهمي قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي الإرهابية أطلقت عددا من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على منازل السكان في عدد من بلدات المديرية. لا تغيب مشاهد الموت اليومية في محافظة الحديدة مع استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها وخروقاتها التي تستهدف المدنيين بالقنص والقصف والألغام، إذ كان العام 2020 أكثر دموية ارتكبت فيه الميليشيا الإرهابية الحوثية العشرات من المجازر تحت مرأى ومسمع من المراقبين الأمميين. صار هذا المشهد الدموي في محافظة الحديدة شبه يومي، فميليشيات الإرهاب الحوثي تقتل عن سبق إصرار وترصد، لا تفرق بين صغير وكبير، فمن لم تقتله تتركه في إعاقة دائمة كما هو حال الطفل أصيل. وصل إلينا طفل أصيل من إحدى مديريات حيس، وقد تعرض منزله للطلب الناري حيث أصيب بشظية في عينه. تقول التقارير بأن العام 2020 هو الأكثر دموية مع تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية لانتهاكاتها وخروقاتها التي تستهدف المدنيين ذكورا وإناثا. الموت أرحم، يقول هذا الشاب تحدث صديقه كيف بترت قذيفة الإرهاب الحوثي يد صديقه. حصل قذيفة من حق الحوثي قمعت له يده وعورنا في اليد هذه هي عمه، عورنا عمه في يده وفي عينه، وصبح ذحن معه لا يعرف يشتغل ولا يعرف. قتلت وجرحت ميليشيات الحوثي الإرهابية بالقصف والقنص والألغام قرابة 320 مدنيا خلال العام الماضي، من بينهم 70 طفلا وامرأة. لم تستطع الهدنة الإنسانية التي تتحدث عنها البعثة الأممية ولا المبعوث الأممي ولا المجتمع الدولي عموما أن ينقذ المدنيين في الحديدة من بطش الإرهاب الحوثي ولا أن يؤمن لهم غذاء أو مأوى بعد أن صاروا في العراء تلاحقهم قذائف الإرهاب الحوثي تحت مرأى ومسمع مراقبي الأمم المتحدة وتحت سقف هدنتها الهشة.
عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة. قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون إن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ووضع قادتها على قوائم الإرهاب الدولي يمكن أن يكون له دور في تحقيق السلام في اليمن. وأكد السفير البريطاني في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن بلاده والولايات المتحدة على يقين من تنفيذ ميليشيا الحوثي للهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي في محاولة منهم لعرقلة تنفيذ اتفاق رياض وعمل مشاكل أكثر مع الشرعية. وأشار آرون إلى أن استمرار سيطرة ميليشيا الإرهاب الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء من شأنه أن يزيد من النفوذ الإيراني في اليمن، وأوضح بأن جماعة الحوثي الإرهابية تعمل على تغيير المجتمع اليمني والمناهج في المدارس وتسيطر على الجامعات وتغييرها وترسل الأطفال لجبهات القتال. وقال إن المجتمع اليمني سيكون بعد 5 أعوام مختلف تماما عبر النفوذ الإيراني والأيديولوجيا والتقاليد الحوثية الإمامية. قالت مؤسسة أبحاث أمريكية إن الحوثيين استوفوا معايير تصنيف وزارة الخزانة أو وزارة الخارجية الأمريكية منظمة إرهابية أجنبية. أوضحت المؤسسة الأمريكية إن ميليشيا الحوثي تلقت المساعدة المادية المميتة من الدولة الإيرانية الراعية للإرهاب في العالم، واستولت عسكريا على اليمن، وتلقت تدريبات من حزب الله وهو أيضا منظمة إرهابية أجنبية. أشارت المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات في تقرير إلى إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ على أهداف مثل المراكز السكانية والمطارات والمنشآت النفطية ومهاجمتها للسفن التجارية في البحر الأحمر وتجنيد الأطفال والحصار. وأوضح تقرير المؤسسة الأمريكية أن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية يمكن أن يؤدي إلى معاقبة مثل هذا السلوك وتقوية سياسة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب تجاه إيران واليمن. طالب عدد من السياسيين والنشطاء في محافظة تعز المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية والعمل على دعم الشرعية والدولة اليمنية ومؤسساتها لاجتثاث هذا الإرهاب. جماعة الحوثي من يوم أن دخلت العاصمة صنعاء وهي تعطي للعالم أنها كل يوم جماعة إرهابية تقتل وتشرد وتسحل ولا تريد أن تتعايش مع أي منظمة أو مع أي حزب أو أي توجه، ولذلك نطالب الدول والمنظمات القانونية والنقابات وغيرها بتصنيف هذه الجماعة أنها جماعة إرهابية. جماعة الحوثي جماعة إرهابية منذ 2015 وهي تدمر وتقتل وتنهب وتسرق وتدمر وتعمل كل الجرائم. لم تكن هناك ما من جريمة إلا وافتعلتها أو قامت بها هذه إصابة الحوثي. أولا أدعو كل الدول والمنظمات المحلية والدولية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية كونها تقتل الأطفال بسبب أنها تقتل الأطفال والنساء وتحاصر المدن المكتظة بملايين المواطنين وتمنع دخول الدواء والغذاء وتلغم الطرقات وتقتل الأبرياء. تصنيف جماعة الحوثي إرهابية لأنهم إرهابيين، فجروا المنازل، اقتلوا الأطفال، اقتلوا النساء، ايش عاد باقي بعد هذا زيادة؟ ارتكبوا كل المحرمات. بعد 6 سنوات من القتل والتجويع والتشريد لأبناء مدينة تعز طيلة 6 سنوات كان لابد من تصنيفهم كجماعة إرهابية منذ أول يوم اجتاحت فيه الميليشيات الانقلابية للعاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية، أيضا من أول يوم قامت به بتجنيد الأطفال وانتهاك حرمات النساء والمنازل وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، أيضا منذ سعت الميليشيات الانقلابية إلى تلغيم وتلويث الأرض اليمنية مما راح ضحاياها الكثير من اليمنيين والأبرياء من الأطفال والنساء والرجال. تعتبر جماعة الحوثي الإرهابية هي من سيطرت على الدولة ومؤسسة الدولة بكل فروعها، ولأنها مارست ليس بس في حق مدينة تعز بس على حسب كل المدن اليمنية، مارست أصناف من
القهر والتعذيب والحصار. بالنسبة لمدينة تعز أعتقد أنها نالت النصيب الأكبر، وأعتقد أننا نمتلك الحق الأكبر في تصنيفها بهذا التصنيف، إنها من أبشع الجماعات التي حكمت. تعتبر جماعة الحوثي جماعة إرهابية طبقا لما ارتكبته من جرائم وانتهاكات بحق الشعب اليمني كافة. هي جماعة متطرفة ترتكب كل الانتهاكات دون مراعاة لأي قانون أو أي عرف، فهي بهذه الحالة تصنيفها كجماعة إرهابية كان يجب أن يأتي من زمن وليس من الآن. ميليشيا الحوثي لم تترك لا أرض ولا وطن ولا زرع ولا مأوى. ميليشيا الحوثي هجرت الناس. ميليشيا الحوثي الأعمال التي تستخدمها لا يمكن أن يستخدمها أي بشر. ميليشيا الحوثي هجرت كثير من فجرت دور القرآن، فجرت مدارس تعليم، هجرت الأطفال، شردت الأطفال. حقيقة كل الأعمال التي قام بها الحوثيين ترتقي إلى أن يكونوا زعماء الإرهاب وليس إرهابيين فقط. استباحوا، حاصروا مدينة بكامله، قتلوا شعب بكامل، اقتحموا بيوت الناس، تناسوا كل معنى كل المبادئ وكل القوانين وكل العرف وكل التشريعات الإنسانية. فلذلك يجب أن يصاف عليهم أكثر من إرهابيين، لو في وصف أكثر من إرهابيين ومن جماعة إرهابية أنا مع هذا الوصف. بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني السعودي في استقبال إجراءات طلبات تمديد هوية الزائر للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، إنفاذا للتوجيهات السامية القاضية بالتمديد لمدة 6 أشهر بدءا من 22 ربيع أول 1422، وذلك بإتاحة السداد لمدة 20 يوما من يوم الاثنين 12 من جمادى الثاني 1442. وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن التمديد سيكون آليا بعد سداد الرسوم المستحقة، وستتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقر إدارة الجوازات. ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن كريستيا رونتاينز الوضع الإنساني والإغاثي في المحافظة ودور المنظمات الأممية في تلبية احتياجات النازحين والتخفيف من معاناتهم في هذه المرحلة. وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح، أكد المحافظ العرادة أهمية تحويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها المحافظة مع شركاء العمل الإنساني إلى واقع ملموس، وتوجيه التدخلات في المسارات المطلوبة بشكل فعال ومثمر للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف. ودعا العرادة في تحقيق التكامل ودعا العرادة إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء العمل الإنساني في المحافظة بما يلبي الاحتياجات الإنسانية والأساسية للنازحين في ظل استمرار النزوح إلى المحافظات بسبب إرهاب وجرائم الميليشيا الحوثية بحق اليمنيين في المحافظات التي لا تزال تحت احتلالها. من جانبها عبرت رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية عن امتنان منظمة الهجرة للسلطة المحلية بمأرب على تعاونها المستمر مع مكتبها بمأرب، مشيرة إلى مسار العمل على إنشاء المركز الإنساني المتقدم في المحافظة وخطط تطوير العمل الإنساني للمنظمات الأممية في مأرب إلى المستوى المطلوب. تتواصل أعمال توسعة مداخل مدينة مأرب وصيانة شوارعها ضمن مخطط السلطة المحلية لإظهار الشكل الجمالي للمدينة. نحو مدينة حضارية يجري في محافظة مأرب عمليات توسعة لمداخل المدينة، والتي تشكل أماكن اختناق وتوقف لحركة السير، خصوصا وأن المدينة صارت قبلة لكل اليمنيين الباحثين عن الاستقرار والحياة الكريمة.
توسيعات المدخل الجنوبي سيخفف من الازدحام المروري في هذه المنطقة على المدى القريب وحتى على المدى البعيد. طبعا الأعمال الأخرى في داخل المحافظة كشارع صنعاء والشارع الدائري 60 الشمالي والغربي العمل جاية فيه، تأخر العمل نوعا ما كان لسببين، أولها كان جائحة كورونا، كل المقاولين تقريبا توقفوا بقيت 4 أشهر أكثر. الشغلة الأخرى كان عندنا إعاقات كثيرة طبعا بالنسبة للخدمات، بالذات خدمات الاتصالات والمجاري، هذه كانت مشكلة جدا، والمياه والصرف الصحي. مخطط حضري سيمكن السلطات المحلية من إيصال الخدمات لكافة المواطنين إلى جانب القضاء على البناء العشوائي وجذب المستثمرين وإنعاش حركة التنمية والبناء بشكل متوازن، وهي استراتيجية أطلقها محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة في أواخر العام 2018. طبعا هذا هو المدخل الرئيسي للمدينة، ونعاني عادة من يعني المارة، وأنتم من سكان المدينة تعلمون جيدا ماذا تعني الحركة المرورية هنا، تكاد الحركة المرورية في أغلب الأوقات تتوقف نظرا لضيق المكان، لكن إن شاء الله بعد التوسعة الحاصلة حاليا بحسب المخطط الحضري بإذن الله سبحانه وتعالى استخف الحركة. على هذا النحو تبدو مأرب بعد أعوام من التحولات التنموية التي رافقتها جهود رسمية حثيثة لتبدو المدينة بشكلها الحضري مع اتساع فرص النهوض الاقتصادي، خصوصا مع ما تشهده المحافظة من كثافة سكانية في ظل النزوح المتزايد إليها. تشق مدينة مأرب طريقها نحو التنمية بإصلاحات في مجالات عدة حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق بها. خليل المليكي، سهيل، مأرب. قال مدير إدارة شرطة السير بمحافظة مأرب العقيد غانم مرح إن عمليات التوسعة الجديدة التي تقوم بها السلطات المحلية للمدخل الجنوبي لمدينة مأرب وإكمال رصف الشوارع وسفلتتها سيعمل على تسهيل حركة السير. وأضاف العقيد مرح أن التوسعة الجديدة مهمة للمدخل، خصوصا أنه يشهد تدفقا كبيرا في الحركة ودخول كافة المركبات منه. وأشار مدير إدارة مرور مأرب إلى أن توسعة الشوارع وفق المخطط الحضري سيخفف من الاختناقات المرورية التي تشهدها المحافظة، وكانت شرطة السير بمأرب قد أطلقت حملة ترقيم وتركيب لوحات المركبات ووسائل النقل داخل المحافظة. حقيقة هناك أعمال كبيرة تبذل في مدينة مأرب عاصمة المحافظة، وهذه التوسعة التي تشهدها المدينة في المدخل الجنوبي لها أهمية كبيرة جدا، لما هذا المدخل من أهمية في تدفق العديد من المركبات سواء النقل الصغير أو المتوسط أو الثقيل الذي يأتي عبر هذا المدخل من منفذ الشحن ومنفذ الوديعة، وهذا له دور كبير في تخفيف الازدحامات المرور في هذا المدخل. بالرغم من نحن في إدارة شرطة السير قد قمنا بتخصيص أوقات محددة لدخول المركبات الثقيلة إلى المدينة، إلا أن هذه الأعمال التي الكبيرة التي يتم إنجازها ستخفف من معاناة الناس في دخولهم المدينة فك الازدحامات المرورية، وكذلك هناك أعمال تقام في شارع صنعاء وفي شارع الأربعين، وهذه أكيد لها دور كبير جدا في تخفيف الازدحام المروري وعملية تنظيم الحركة المرورية. ناقش اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الشباب والرياضة نايف البكري نشاط قطاع الشباب خلال السنوات الماضية والتصورات المستقبلية والصعوبات التي تواجه القطاع. أكد الوزير البكري اهتمام الوزارة بكافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الشباب من خلال زيادة المخصصات ورسم الخطط والبرامج القادرة على تقديم رعاية أفضل للشباب في كل المحافظات. بدوره قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتور منير لمع تقريرا مفصلا عن عمل القطاع خلال المدة الماضية والاتجاهات العامة لخطة العام الجديد وما تضمنته من مشروعات شبابية أو مشاريع شبابية طموحة في كافة المحافظات.
افتتح محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر 4 قاعات دراسية لمختبرات الكيمياء والفيزياء والأحياء ومكتبة اللغة الإنجليزية بمدرسة السيدة عائشة للبنات بمدينة الغيضة بدعم محلي. وأوضح المحافظ بن ياسر بأن افتتاح مثل هذه القاعات يعد نقلة نوعية في التعليم وبما تقدمه الطالبات من نماذج في التجارب الكيميائية والفيزيائية، متمنيا أن تكون عاملا مساعدا في تطوير وتحسين مخرجات التعليم بالمحافظة. أكد المحافظ بأن السلطة المحلية ستكون داعمة دوما لتطوير المؤسسات التعليمية وفقا للإمكانيات المتاحة. يعد مهرجان التراث والموروث الشعبي بمديرية عسيلان في شبوة تقليدا سنويا يقام في صحرائها للتعريف بتاريخ الأجداد، ولعل ما ميزه هذه المرة هي القرية التراثية التي حاكت حياة الأجداد بكل تفاصيلها لتبقى عصية على النسيان في وجه الحداثة المتجددة. بعيدا عن منقصات الحياة وصخبها اليومي، يجتمعون هنا ويتبادلون المحبة والتكاتف قبل أطراف الحديث، ويعيدون معهم عقارب الساعة إلى ما قبل مئات السنين حيث الزمن الجميل. فهنا في منطقة ذهباء بمديرية عسيلان، حيث حبات الرمال الذهبية الناعمة، أقيم مهرجان التراث والموروث الشعبي للسنة 6 على التوالي، والتي من ضمنه القرية التراثية التي تحاكي حياة الأجداد بكل تفاصيلها ليعيدوا أمجاد وتاريخ تلك الحقب لتبقى عصية على النسيان متوارثة جيلا بعد آخر. بعد ما عرفنا أن التراث بغى ينهار في مدينة عسيلان، هذا المديرية ثروات وعادات وتقاليد عظيمة، فقد دلنا الله وأنشانا أن هذا الجارية التراثية والأدوات المنزلية حتى أصبحت اليوم مشاهدة أمام الأجيال وأمام الحاضرين، حتى أن يعرفون عادات أباهم وأجدادهم في هذه المواقع ويحرصون عليها. القرية التراثية هذه ضمت العديد من معروضات الموروث الشعبي العريق الذي تزخر به المديرية، كما تم خلالها إبراز نماذج لأنواع الزوامل والمحفات الشعبية التي تعكس مظاهر أفراحهم في المناسبات، إضافة إلى عروضات فنية للموروث الشعبي وعروضا فلكلورية متنوعة تعكس أصالة العادات والتقاليد لأبناء المديرية. حضورنا في هذا التراث الحافل بالنجاحات والمهرجانات العظيمة يبين لنا إيش كانوا أهلنا يمرون به من في حياتهم القديمة، في اليوم استدل لنا حياتهم الحقيقية. تكتنز مديرية عسيلان مخزونا حضاريا وتاريخيا كبيرا كونها تربض على أنقاض الحضارة القتبانية، وأقيمت هذه القرية ضمن مهرجان سنوي للتراث والموروث الشعبي بغية ألا تغيب شمس هذا الإرث العريق في أذهان أبناء شبوة خاصة واليمن عامة. أهازيج وخيمة وصحراء وخيل وكل ما هو في الزمن الجميل تواجد هنا في القرية التراثية ضمن مهرجان التراث والموروث الشعبي بمديرية عسيلان، لتبقى عادات وتقاليد الأهالي والأجداد صامدة في وجه الحداثة عصية على النسيان في أذهان الأجيال الحالية والقادمة. حسن البريك لقناة سهيل من محافظة شبوة. أكد مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة شبوة الدكتور قائد الشريفي على أهمية رسالة المسجد وتأثيرها على المجتمع ودورها في توجيه وتقويم سلوكه وفي تقويم سلوك المجتمع، وشدد خلال تدشينه برنامجا تدريبيا لأئمة وخطباء المساجد في مدينة عتق وضواحيها، شدد على ضرورة تحديث وترشيد الخطاب الديني وتسخيره لخدمة القضايا الوطنية المصيرية للأمة ومحاربة ظواهر العنف والتفرقة والعنصرية. وتعرف خلال البرنامج الذي نظمته مؤسسة تنمية الشباب والشافعي للتنمية وفي إطار برنامج جمع الكلمة، تعرف 48 مشاركا من خطباء المساجد على مهارات الاتصال الفعال والأحكام العامة لرسالة الوعظ والإرشاد وكيفية تبسيطها للناس.
نحن في مكتب الأوقاف الإرشاد لدينا برامج كثيرة، ومن ضمن هذه من ضمنها هذا البرنامج، وهو توحيد الخطاب الدعوي لكيفية إيصال الرسالة وتوحيد الناس لخدمة هذا المجتمع وهذا الوطن. نشرتنا انتهت، وعودة إلى أهم عناوينها. رئيس الجمهورية يشيد بالمشاريع التنموية والخدمية في شبوة ويوجه الحكومة بتسهيل العمل في ميناء قنا. هاشتاغ الحوثي، جرائم الحوثي في اليمن يتصدر الترند العالمي، ومجلس الشورى يدعو إلى التعاطي الإيجابي مع القرار الأمريكي. تدمير 5 منازل بقصف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على حي منظر جنوب مدينة الحديدة. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net، وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.